ايه ده؟ دي زبده حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. بكام الزبده دي؟ تعمل 10 جنيه. ما شاء الله حلوه، ده بكتافه اهي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بكام السكري السنه دي؟ السكري ده بيعمل 11 جنيه، في سكري بيعمل 8 جنيه، في سكري بيعمل 10 جنيه. احنا في اول الموسم ما شاء الله. في زبده عامله 8 جنيه. ما شاء الله. والنعوم ده؟ دي النعومه دي. اه. دي تبدا من 12 جنيه لغايه 15 جنيه. حاج انت بتوزن ولا ايه؟ بوزن بسم الله ما شاء الله. ايه بقى ده النوع ده؟ ايه النوع ده؟ سكري بقى انا ب 11 جنيه. كام؟ ب 11 جنيه كيلو. اه يعني العبودي بكام؟ العبودي تعمل 100 جنيه يا راجل. اه سكري بلدي؟ سكري يا حاج. لا سكري سكري بس. البلدي اقل من كده. البلدي البلدي اقل من كده. البلدي اقل. البلدي بتعمل 8 جنيه 7 جنيه على حسب نوعه يعني. كيلو؟ اه دي اسعار كويسه. ده اسعار ببلاش السنه دي. دمار دمار للفلاح ودمار للاكيل هياكل. طب دمار ليه؟ ده رضا. هي رضا من عند ربنا. الفلاح الحمد لله الخير في الشجر كتير. اه الخير من عند ربنا في الشجر عشان الغلبان ياكل. السنه اللي فاتت ما دهاش. والله اي والله. المعلمين السنه اللي فاتت ما كلتهاش، كانت بتبيعها بس ما تاكلهاش. المعلمين السنه اللي فاتت كانت بتبيع المانجا بس ما دخلتهاش بوتها من الغلا بتاعها. كرتونه المانجا السنه اللي فاتت دي كانت تعمل 300 350 دي. اه نفسها نفسها ام 100 ام 100 السنه دي. انت بتقول لي تجار المانجا او بياعين المانجا ما كلوهاش؟ انا عن نفسي السنه اللي فاتت كلتها كده بظروفها. آه. عشان انا ببيع مانجا وكل يوم. ها آه. آه. كلتها بظروفها كده يعني. طيب دي سكري ب 100. ده سكري سكر ابيض ب 100. ده ب 100. دي تعمل دي تعمل 100 جنيه. اه تعمل 100 جنيه. آه. والزبديه؟ الزبديه دي 8 جنيه. يعني عامله 8 جنيه. تعمل كام؟ في زبده عامله 9 وفي زبده عامله 10، حاجه حلوه زي كده. تفرق ازاي بقى؟ دي تفرق ان هي دي صاحبها مستعجل عليها، عايز يخلص عنده شجرتين عند البيت يجزهم ويمشي. الغفير النهارده بقى ب 3000 ونص غير اكله غير شربه. بقول لك الغفير ب 3 ونص غير اكله وشربه. عنده شجرتين بيجزه عشان ما يتسرقوش مثلا زي كده ويجيبهم بيها. اتفضل. دي زبده ب 10. ها؟ دي زبده ب 10 جنيه. اه. الزبده حاجه حلوه. بص بالصلاه عليك، هات كرتونه من دي. دي؟ ارفع كرتونه يلا. ارفع يا عم. ادي عامله 10 جنيه. الزبده دي يعني الكرتونه دي على قد ايه؟ الكرتونه اللي بتعملها 10 9 كيلو 90 جنيه دي. اه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وده بلدي بقى حاجات اصناف دي كده. دي الشعبي. ها شعبي شعبي 7 جنيه ب 6 جنيه. يعني الكرتونه جنيه. تعمل كام؟ الكرتونه لو 10 كيلو تعمل 50 60 جنيه. امال يا عم الاسعار عندنا في القاهره عاليه ليه كده؟ القاهره ايه؟ لا العبور ببلاش المانجا. بتوع العبور بيصوتوا في اسعار المانجا ولا البياعين؟ البياعين. لا في بياعين بقى هي وظروفها بقى. ده سكري. اه عامل 10 جنيه. يعني الكرتونه كرتونه تعمل 10 كيلو ب 100 جنيه. يعني الكرتونه السكري بتعمل 100 جنيه. 100 جنيه. اه ما شاء الله ما شاء الله. ده بقى إيه؟ نعوم وده كيت. نعم الحمرا ديت دي تعمل 12 جنيه. نعومي دي؟ اه والنعوم احسن؟ النعومي طبعا احسن اكل. اكل. اه لكن دي عصير زبده عصير. اه والحمرا قوي ديت برضه نعوم بس حاجه ثانيه يعني. ايه بقى؟ اه دي تعمل 15 جنيه. ما شاء الله. برضو اكل. اكل. اه. ما شاء الله. الاسعار السنه دي بسم الله ما شاء الله الغني والفقير هياكل منك. اشمعنى بقى قول لي؟ ما هو الخير كتير في الشجر. بسم الله. الخير كتير في الشجر. السنه اللي فاتت ما كانتش طرحه عشان كده كانت اصعب. السنه اللي فاتت؟ اه. تشتغل. كان يعتبر تلت طرح، السنه دي طرحه كامل. طرحه كامل. ان شاء الله. وده باين في السوق؟ باين. اه. ما هي الاسعار هي اللي مبينه. الاسعار عندك هي اللي مبينه. هو بيقعد الموسم قد ايه؟ الموسم معاك لغايه شهر 10. شهر 10 بدايه اول 10. ده بالنسبه للاسماعيليه. بالنسبه كتاجر جمله في الاسماعيليه. آه. المانجا بتعتبر اساسيه عندك. دي حاجه اساسيه. اه ده هو موسم اساسي ده بتاع الاسماعيليه. موسم اساسي. اه ده بيجي لك هنا في السوق ناس من بره من بره الاسماعيليه؟ جميع البلاد. بص جميع مستوى المحافظه بتيجي هنا اسماعيليه. تساوي من الاسماعيليه. لان هو الموسم اصلا موسم اسماعيليه. بعد ما يخلص موسم الاسماعيليه بيشتغل موسم الرشيد موسم الحتت الثانيه اللي هي المانجا. ده موسم اسماعيليه. ده موسم اسماعيليه. معاك الاول 10 موسم اسماعيليه. من 15 من 1/7 ل 1/10 ده موسم اسماعيليه. ثلاث شهور. اه. ثلاث شهور بنعتبره عيد في البلد. هو عيد البلد. موسم البلد. انت بقى بتحجز المحصول في الارض. لا المحصول هو بتاع ربنا. لا ما اقصدش. انت مش بتعربن على المحصول في الارض؟ اه في الحين بتاخد تصرف على الارض زي كده وبتجيب لي الزرع. انا بديهم يصرفوا. والزرع بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه الانتاج يجيبوه لي انا ابيعه. بس
يعني انت هنا بتاخد من الفلاح على طول؟ اه. وبتبيع لتاجر الجمله؟ بالظبط كده. طب الحلقات بقى دي كلها بتصل ان السعر عندنا في القاهره عاليه جدا. ما هنا هقول لك صلى على النبي عليه السلام. يعني ايه المشكله هنا ازاي يعني؟ هنا في مصاريف ناولون العربيه. نقل. هو ده اللي مزعل الدنيا كلها. يعني النهارده عشان العربيه تروح اسكندريه بتاخد العربيه ده بقى بتاخد 1200 جنيه. يتضاف على الزرع. كرتونه مثلا بتصرف 10 جنيه مصاريف. الكيلو جاله جنيه تاني اوتوماتيك اهو. فغصب عنه هو بيزود عنده. هو برضه عايز يكسب. ادي اول واحده. اه. دي الاساسيات اللي هي ايه؟ النولون. النولون والنقل. في مصاريف تانية في السوق. في الراجل بيشيل ويحط على الميزان. كويس. اللي هو الصنايعي. العماله. برضه دي حاجه تانية برضه. كويس. الكيلو برضه بيصرف نص جنيه هنا في قلب السوق. يعني يصرف جنيه نقل ونص جنيه عماله. بالظبط كده. ده لسه ما انضعف في السوق. ده ولسه كمان ان هو يبيع في محل تاني غيري. المحل هياخد برضو. عموله تانية. ايوه. هيصرف كمان نص جنيه. يبقى الكيلو صرف كام؟ 2 جنيه. هي دايره كده شغاله. اه بس ما تعملش الارقام برضو الكبيره اللي موجوده في السوق التجزئه. ما هو مش هيحط اكتر من كده. هو حتى لو هيبيع التجزئه هيحط له هيبيع مثلا 2 ب 25 جنيه هياخد ب 10 يبيع ب 12 ونص يبقى خد نص جنيه في الكيلو. ما خدش كتير. لكن شايف ان السنه دي المانجا لا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله والاسعار هتبقى كويسه والاسعار حلوه ان شاء الله وفي النازل مش في الطالع. النازل يعني ايه؟ في النازل يعني كل ما تقرب الموسم يخلص الاسعار بتنزل. ده على العكس. ايوه. اه هي يعني في اول الموسم بتبقى يعني ليها ايه؟ يعني انت في اول موسم بعت قد ايه؟ باسرع باعلى بعت اعلى. اه بعت اعلى بس مش اعلى قوي. لا لكن يعني دلوقتي دي اسعار هبطت. اسعار السنه دي تقل تخيل عن اسعار السنه اللي فاتت بقد ايه؟ النص؟ تلتين يا راجل. والله يعني اسعار السنه دي تلت الاسعار السنه تلت اسعار السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنا بنبيع سكر ب 30 جنيه 28 جنيه. السنه دي ب 10 جنيه. ان شاء الله. الزبده كانت ب 20 و21 السنه دي ب 10 جنيه و8 جنيه. تلت بالظبط.